بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة راح تكون على جزئين بالنسبة للكتشر 27 اللي راح تتضمن normal sterile body fluids, bone and bone marrow and solid tissues. هذه راح تكون حول السوائل الجسم اللي تكون عادة معقمة يعني ما بيها اي normal flora, و bone العظم, بون مارو نخاع العظم, سوفت او سوليد السوليد تيشو اللي هي الانسجه الصليبه. قبل ما ابدي بالمحاضره بالمحاضره رقم 26 كان عندكم اللي هي كانت حول البكتيريال انفكشن بالنسبه للسكن. بوقتها كان عندنا السؤال رقم 18 قلنا اكو خطأ, هو الكتابة نازلة لي جوا بعدين شفتها, فهذه التكملة مالت هذه اللي فوق 18 19 20 21, هذه راح تكون هي التكملة مالتها. اوكي, بالنسبة الى المحاضرة مالت اليوم, هذه هي الأسئلة مال الدكتور محمد شمخي والفريق الوزاري ما تتضمن بالنورمال استيرايل بادي فلويدز. The human body is divided into five main body cavities: cranial, spinal, thoracic, abdominal and pelvic. بالنسبة إلى سوائل الجسم تقسم إلى خمسة رئيسية, خمسة سوائل رئيسية اللي هي بالنسبة ما يتضمن إلى التجاويف الجسمية, الكارينيال اللي هو الموجودة بمنطقة القحف, السباينال الشوكي, الثراسك الصدرية, أبدومينال البطنية, والبيلفيك هي في منطقة الحوض. إذا هذه راح تكون كلها شنية, هذه أجزاء الجسم الرئيسية اللي هي بها تجاويف فراغات يعني, وتكون مملوءة بعضو أو أكثر من أورغان. Each cavity is lined with membranes. كل واحد من هذه اللي قلناها راح تكون محاطة أو lined, يعني هنا تيجي بمعنى مبطنة بأغشية. And within the body wall. And these membranes or between the membranes and organs. يعني أكو هناك فراغات, وهذه هذا التجويف راح يكون مبطن من الداخل بأغشية, وبين غشاء وغشاء آخر راح يكون موجود اكو جدار الجسم بين الأغشية والأعضاء. راح يكون اكو فراغات small spaces filled with minute or minute amounts of fluid, راح يكون مملوءة بكميات ضئيلة من السوائل. The purpose of this flow, شنو فائدة أو شنو الغرض أو شنو الهدف من هذا السائل, is to path the organs and membranes, reducing friction between organs. Bacteria, fungi, viruses or parasites can invade any body tissue or sterile body fluid site. شنو فائدة هذا السوائل اللي تملي هذه الفراغات ما بين التجاويف ما بين الغشاء والعضو؟ فائدته هي من اول باث ذا اورجان, يعني هنا مثل انه الاعضاء وهذه الاغشيه تسبح في هذا الفراغ, هذا معناتها. وبالتالي انه الريديوسينج فريكشن انه تختزل الاحتكاك اللي صاير بين عضو وعضو مجاور اخر, هاي فائدتها. ايضا هذه الفراغات اللي هي مملوءه بالسوائل, هذه السوائل راح تكون ممكن انه اثناء الاصابات تصير بها بكتيريا, فيروسات, فطريات, طفيليات, وتبدي تغزو اماكن اخرى بالجسم.
هذا الرسم اللي نعطيكم اياه، هذا الكرانيال اللي هي المنطقه القحفيه، الدورزال كافيتي اللي هو التجويف الخلفي، السباينال كافيتي اللي قلنا عليها راح يكون هو التجويف الشوكي اللي ينترس او مملوء بالسي اس اف، هاي المناطق بسائل النخاع الشوكي، بيلفيك كافيتي الى اخره. اوكي، اذا هذه الفنترال الامامي والدورزال هو الخلفي، التجاويف الاماميه والتجاويف الخلفيه. بالنسبه وين راح تركزون؟ راح تركزون على باللون البنفسجي، وشنو الفائده من عندها؟ واحد واثنين، وشنو الاشياء اللي ممكن او شنو المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تغزو هذه المناطق اللي قلناها، راح تكون هي كل انواع المايكرو اورجانيزم، يعني من البكتيريا، الفنجاي، الفيروسز، الباراسايت، ممكن تغزو هذه المناطق طبعا بانواع واشكال مختلفه راح نجي عليها. السبيسيمنز فروم استرايل بودي سايتس، هسه انت شلون راح تاخذ النموذج من هذه المناطق اللي هي عاده تكون استرايل، هذه الكلمه ركزوا عليها، يعني هذه المفروض انه هذه اللي كل السوائل الموجوده في هذه التجاويف لازم تكون شنو؟ استرايل، واي بكتيريا، اي نوع، اي فيروس، اي طفيلي تلقوه معناتها اكو انفكشن، وهذا الانفكشن خطير نوعا ما لانه المفروض ما توصل. فلويدز السوائل in response to infection، كاستجابه الى الاصابه. A fluid may accumulation in any body cavity، كاستجابه يعني شنو؟ يعني هو من راح يدخل، تعرفون بالمناعه من يدخل اي شيء غريب، بكتيريا الى اخره، راح تحفز الاستجابه المناعيه. وحده من النواتج الاستجابه المناعيه راح تكون هي انه تنتج الانترلوكينات، وتعرفون هذا تيومر نكروسيس فاكتور الى اخره. كل هذه العوامل اللي هي استجابه ريسبونس الى الانفكشن راح تؤدي الى اكيوميوليشن، الى تجمع السوائل في التجويف الجسمي. Infected solid tissue often presents as cellulitis or with abscesses formation، يعني اللي اذا كان اكو اصابه بالانسجه الصليبه ايضا هذه راح تكون كنتيجه لاكو اصابات السيلولايتس او وجود او تكون خراجات. Areas of the body from which fluids are typically sent for microbiological studies in addition to blood and CSF، يعني المناطق او البقع الموجوده الجسميه اللي تحتوي على هذه السوائل هي عاده يسحبون، يعني كملخص الكلام انه هذه الفلويدز ممكن انه نسحبها ونسوي عليها تحاليل، الجرام ستين، البي سي ار، الايزا، نزرعها الى اخره، ونكشف عن وجود المايكرو اورجانيزمز، بالاضافه اللي هي منو احنا عندنا بعد؟ الدم والسي اس اف، يعني اكو اهم السوائل الجسميه اللي هي المفروض تكون طبعا وياها ايضا عندك اليورين، هي من السوائل الجسميه اللي المفروض تكون معقمه. هذا الطلاب هذا الجدول جابوه من عنده بالوزاري. الميكروبيولوجي لابريتوري بودي فلويد كولكشن سايتس اللي هي مناطق الجمع السوائل اللي هي تركزون على كلمة بودي فلويد يعني السائل الجسمي، منين راح تجمعوها؟ يعني عندك المنطقة اللي هي البودي اريا اذا كانت الثوراكس اللي هو الصدر، ابدومينال كافيتي تجويف البطني، جوينت المفاصل، بيريكارديوم المنطقة اللي هي حول يعني القلب، اذا كان في منطقة الصدر شنو الفلويد، اسم الفلويد الموجود في منطقة الصدر. اوكي، هذا عادة اسمه البلورال اللي اكثر شائع، وهسه شوفوا ان شاء الله انتم في مختبراتكم بالمستشفيات راح يقولون بلورال فلويد، بلورال فلويد السائل الموجود في المنطقة الصدرية.
ايضا ممكن تسميات الى اخرى الثورانستيسيس او الامبينيا فلويد، لكن اكثر شيء راح يسموه هو بلورال فلويد، هذا خلوها ببالكم. فشنو راح يجيبوا لكم اياها؟ راح يجيبوا لكم الاسم السائل وبأي منطقة هو موجود. فيقول لك السائل اللي موجود في منطقة الثوراكس اسمه بلورال، يعني ك مثل ما تعرفون ام سي كيو، فراح يقول لك سي اس اف بلاد يورين بلورال، انت ايش راح تختار؟ تختار بلورال. اما بالنسبه الى الابدومينال كافيتي فراح يكون هو الباراسنتيسيس او يسموه الاستيك، هنا أنا اكثر شيء اللي هي يسموها البيريتونيال فلويد، بيريتونيال فلويد، فتركزون على البيريتونيال فلويد، يعني هاي تقرؤوها قراءه ايضا سريعه، لكن تشوفوها في مختبراتكم تجيكم على ورقة التحليل، ورقة التحليل بيريتونيال، هاي معناتها شنو؟ تعرفون هو اكو هنا في منطقة البطن اكو الغشاء البيريتوني، فراح يصير بينه وبين الاعضاء اكو فلويد، هذا الفلويد يسموه السائل البيريتوني، فايضا هذا مهم. ثوراكس بلورال، ابدومينال كافيتي بيريتونيال فلويد. طبعا تقرؤون، احنا قلنا هذه البقية قبل تقرؤوها، لكن تركزون على هذه الكلمات. اما في منطقة المفاصل ايضا هذه انتم اكيد ماخذيها بالمناعة، يسموها سينوفيال فلويد، سينوفيال فلويد. البيريكارديوم راح تكون بيريكارديوم فلويد، كارديوم اللي هي يعني المنطقة القلبية، فالبيريكارديال فلويد هي السوائل التي تحيط بالقلب. نجي الى اذا هذا الجدول الطلاب مهم جدا، نشوف اكو عليه اسئله او لا. هنا أنا ما حاط لكم كاسئله، ماكو، بس مثل ما قلت لكم الاسئله اللي راح تجيكم بالنسبه اللي قبلها وبالنسبه اللي من الجدول طلاب، هذا الجدول كلش مهم، بس اسئله ما موجوده عليه بال شفتوها انتم. زين راح نروح على اول شيء البلورال فلويد. البلورال فلويد قلنا وين هذا يكون موجود؟ هذا اول واحد اللي هو في المنطقه الصدريه. اول شيء lining the entire thoracic cavity of the body، اللي هو راح يكون يبطن الجزء الداخلي للتجويف الصدري للجسم. زين مثل ما قلنا اللوتيجيك هذه اللي انه تجويف الصدري او مثل ما قلنا الثوراكس. زين is a serious membrane called the parietal pleura. هذا طبعا راح يعتبر هو ك serious membrane، يعني شنو؟ السيروس membrane غشاء مصلي يسمى جمع حرفية غشاء الجنب الجداري. بالنسبة عندنا إذا أروح على الملف مالت مو الأسئلة اللي هو عندنا المترجم، الطلاب المترجم ما بي هذا الجدول اللي قلنا عليه قبل شوية. زين فاكو تنتبهون على الفيديوهات اللي انزل لكم اياها، لان مو كل شيء موجود بالمترجم فتنتبهون. اوكي اروح على الثانية، هذا شنو البلورال فلويد؟ covering the outer surface of the lung is another membrane called the visceral pleura، اللي بطن الصدر الجزء الصدري عرفناها. زين اما اللي يغطي السطح الخارجي للرئه راح يكون غشاء اخر يسمى فيزيرال بلورا، اللي هو الاحشائي، فالفيزيرال الاحشائي. اوكي ثلاثه within the pleural space between the lung and chest wall is a small amount of fluid called pleural fluid، الداخل الفراغ اللي هو البلورال سبيس راح يكون بيناتها between the lung and chest اللي هو الفراغ الموجود بين الرئتين والصدر.
هذا اللي راح يكون اكو موجوده كميات من صغيره من سائل يسموه البلورال فلويد، اللي هو السائل الصدري. هنا عندنا كلكم سامعين انه في بعض الاحيان خاصه عند كبار العمر او بعد الاصابات الحوادث الى اخره، سامعين بانه واحد يكون عنده تجمع صار عنده مي بالصدر. شنو مي بالصدر؟ هو نتيجه حدوث انفكشن معين بالجسم، فيسحبون هذا السائل، لان هذا راح ايضا يكون به لو بكتيريا لو يصير به فيروس، فتكون به سكندري انفكشن. فلذلك البلورال فلويد هو من السوائل جدا مهمه بالنسبه للجسم، واذا زادت هذه السوائل في المنطقه فراح تضغط على القلب والرئتين الى اخره، وبها تبعات اخرى. That lubricates the surface of the pleura, the membrane surrounding the lungs and lining of the chest cavity. زين، مثل ما قلناها، اللي هو الغشاء الذي يحيط بالرئتين ويبطن التجويف الصدري، هذا معناتها. بالنسبة إلى أشوف لكم هذه هي كترجمة، يعني تقريبا أوكي الترجمة مالتها. هنا أنا حاطي لكم هذا الجدول اللي جوا حاطي لكم إياه، مو إشكال. نروح على الأربعة. The fluid can be collected for testing by thoracentesis. اللي هو the insertion of the needle into، اللي هو حسب ما موجود عندنا في الصورة. السائل يمكن أن يجمع لغرض الاختبارات بعملية تسمى thoracentesis، اللي هو معناتها insertion، يعني إدخال الأبرة إلى داخل التجويف الثوراسيك، اللي هو التجويف الصدري، and removal of fluid، ويسحبون السائل. اوكي، هذه هي العملية. اوكي، اذا وين راح تجيكم الفراغ؟ يجيكم على كلمة thoracentesis. اوكي، بعد شنو عندنا؟ تركزون على البلورال فلويد. اروح على البيريتونيال فلويد. شنو البيريتونيال فلويد؟ The peritoneum is a large moist continuous sheet of serous membrane lining the walls of the abdominal pelvic cavity and the outer coat of the organs contained within the cavity. يعني البيريتون هو شنو؟ هو عبارة عن sheet، يعني صفيحة، أو مثل شلون صاير مثل الورقة المفروشة كبيرة رطبة مستمرة، يعني ما بها تقاطعات، بها غشاء مصلي يغطي أو يبطن الجدران الداخلية لمنطقة البطن والحوض، تجويف البطني الحوضي، والأوتر كوت يعني من الخارج يغطي شنو؟ الأعضاء التي موجودة أو التي يحتويها هذا التجويف، هاي معنات البريتون. فإذا البريتونيال فلويد هي موجودة وين؟ في منطقة البطنية، ومثل ما شفناها بهذا، هذا هو البريتونيال كافيتي، اللي هو يحتوي على شنو؟ بريتونيال فلويد. النورمال بريتونيال فلويد contains as many as 300 white blood cells per milliliter. اذا هذا ايش قد يحتوي البريتون؟ السائل البريتوني راح يحتوي على 300 وايت بي سي لكل مللتر، لكن البروتين but the protein content and specific gravity of the fluid are low. اما بالنسبه الى البروتين والكثافه النوعيه الى راح تكون جدا واطئه.
هنا وين راح تيجيكم الفراغات على عدد الوايت بي سي، اما البروتين والكثافه النوعيه له راح تكون، يعني شنو الكثافه النوعيه؟ يعني كميه او تركيز المواد المذابه فيه راح تكون قليله جدا. لو during an infectious or inflammatory process، خلال عملية الحدوث الإصابة راح يصير شنو؟ increased amounts of fluid accumulate in the peritoneal cavity. مثل ما قلنا قبل شوية أنه في حالة إذا صار اكو infection نتيجة الاستجابة المناعية، فإنه راح تزداد كمية هذه السوائل، فيصير بها شنو؟ accumulation، تراكم. A condition called، شو يسموها هذه الحالة؟ هذه الحالة جدا مهمة. Ascites اللي هو الاستسقاء. إذا هنا تركزون على هذه الكلمة. Most cases of ascites. Ascites are caused by liver disease. يعني هذا شو قلت راح يصير اكو تجمع للسوائل في المنطقة البطنية بسبب الأمراض الكبد. بعد severe cases، الحالات الحادة أو يعني راح تكون severe، the abdomen is often distended. يعني في الحالات الشديدة وفي حالات اللي تكون البطن منتفخة اللي عندهم فتق قول هذه همين. زين عندنا هنا the fluid can be collected for testing by، هنا شو اسمها هاي العملية؟ في عند جمع العملية، عملية جمع السائل البريتوني، شو يسموها؟ باراسينتيسيس. اوكي اللي هو شنو راح يكون هنا الانسيرشن، وين راح يكون الادخال الابره؟ the insertion of the needle into the abdomen and removal of fluid، راح يكون هو هنا راح يدخلون النيدل بالبطن ويسحبون السوائل، اما اللي قلنا عليه الثوراسك فيدخلوها من المنطقه الصدريه، هذه يسموها مثل ما قلناها ثوراسينتيسيس، اما هذه راح يسموها الباراسينتيسيس. اوكي اروح على بالنسبه عندنا البرايمري بريتونيتس، هنا التهاب في المنطقه البريتون يسموه الاولي او الابتدائي، هذا شنو طبعا راح يجيكم بالامتحان على هذا، هذا راح يكون ناتج منين؟ result when the peritoneal membrane becomes inflamed and can be either أو either primary or secondary. هنا هذا السبب التهاب البريتوني راح يكون ناتج عن البريتونيال ميمبران، يعني الغشاء البريتوني يصير بالتهاب، وراح يكون هذا لو يصير الالتهاب يسموه primary أو راح يصير secondary. The most common etiologic agents، والسبب الرئيسي بالأطفال in children راح تكون هي البكتيريا ستريبتوكوكاس نيموني اللي هي المكورات المسبحية الرئوية، وبعد من هي جروب أي ستريبتوكوكاي اللي هي ستريبتوكوكاس بايوجينز، المكورات العنقودية المكورات المسبحية القيحية اللي تنطي تحلل نوع بيتا. انتيروبكتيرياسي العائلة المعوية and other gram negative bacilli، يعني عصيات gram negative أخرى، يعني تعرفون العائلة المعوية كلها gram negative and staphylococci والمكورات العنقودية. إذا هذه في الأطفال كلها هذه البكتيريا هي راح تكون تسبب البيريتونيتس. أعتقد أكو سؤال عليها اللي هو the most common etiologic agents of primary إلى آخره، راح يقول لك group A gram negative bacilli streptococcus entero كلها، إذا هذه كلها صحيحة فتختارون الإي اللي هي all of the above أو all of them. نروح على اللي بعدها، اما هذا قلنا وين؟ بالاطفال، اما في الادلتس اللي هم البالغين ان ادلتس فراح تكون الرئيسيه هي الايكولاي بكتيريا القولون از ذا موست كومون بكتيريا فولود باي تتبعها الستريبتوكوكاس نيموني، يعني مثل ما موجود بالاطفال، وعندنا الجروب اي ستريبتوكوكاي اللي هي مثل الاطفال. زين
نروح على الأسئلة هنا ما نعطيكم اياها، بس انتم تركزون على هذا السؤال. اذا عند الاطفال هذه البكتيريا، عند البالغين هذه البكتيريا، هذه راح تجيكم هيك اسئله. Among sexually active young women، في حالة إذا كانت النساء الشابات اللي يعني عندهم الشابات يعني تقدر عندها الدورة الشهرية وتقدر تحمل، فيسموها هذه sexually active، تكون النيسيريا جنوريا والكلاميديا تراكوماتس. تعرفون النيسيريا جنوريا اللي قلنا عليها هي بكتيريا السيلان الجنسي، والكلاميديا تراكوماتس البكتيريا اللي تسبب ممكن حتى تراخوما، are common etiologic agents of peritoneal infection. راح تكون عندهم منيا هي اللي السبب الرئيسي بالتهاب البريتون عندهم. Often in the form of perihepatitis، راح تكون اللي هو شنو البريهيبيتايتس؟ البريهيبيتايتس تعرفون الهيبيتايتس هو التهاب الكبد، بريهيبيتايتس هو انفلاميشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا ليفر، يعني راح تكون التهاب بالغشاء او سطح الكبد، وهذا راح يسموه فيتس، يرمزوا له طبعا هو اف اتش سي لهذا المرض. فيتس هيو كروتس أو كيوتس سيندروم، متلازمة اف اتش سي. هذا بالنسبة إلى البرايمري. نروح على السكندري، بيريتونيتس is a complication of perforated viscous organs, surgery, traumatic injury, loss of bowel or bowel wall, integrity after a destructive disease, for example ulcerative colitis, ruptured appendix, carcinoma, obstruction or a preceding infection اللي تتضمن liver abscesses و salpin اللي هذا طبعا هنا salpingitis. salpingitis هسه شوفكم اللي هو يسموه التهاب البوق. بالنسبة للسكندري بيريتونيتس راح تكون هي عبارة عن تعقيدات تحدث بالفيسكاس اللي هو بالبرفوريتد فيسكاس، يعني بالعضو قبلي العضو، زين بيرفوريتد فيسكاس ينثق بالعضو طبعا ايضا بعد الجراحة في حالة التراوماتيك انجوري بعد حدوث الجروح وغيرها. هنا يصير فقدان بجدران لمنطقة الحوض، طبعا هذا راح تحدث بسبب أمراض اللي يصير اكو يسموها destructive disease، يعني يصير اكو انسدادات، وين هذا الانسداد؟ في حالة الكوليتس التهاب القولون، تقرحات في حالة القولون، يصير اكو انفجار بالزائدة الدودية، وفي حالة السرطانات الكارسينوما بشكل عام اللي هي الأوبستراكشن أيضا، يعني هذه هي كلها انسدادات وفي المنطقة البطنية. أيضا راح يصير إصابات بالخراجات الكبد، أيضا هذا راح تؤدي إلى السكندري بيريتونيتس، ومثل ما قلنا السالبنجايتس. السالبنجايتس لو أشوفكم اللي هو راح يصير أكو هذا هو هذا النورمال تيوب بالنسبة للرحم، وهذا هو الأبنورمال راح يصير سالبنجايتس، هذا يسموه سالبنجايتس، يتورم المنطقة هذه تصير طبعا عند الإناث، وأيضا في حالات السبتيسيميا. السالبنجايتس طبعا هنا فتشرح مبسط له راح يصير هو inflammation of the fallopian tubes، راح يصير هو التهاب في الأنبوب فالوبيان. common causes include sexually transmitted diseases، يعني راح يكون السبب المسبب الرئيسي هي الأمراض أو يحدث في حالات الأمراض التي تنتقل جنسيا، مثل إيش؟ مثل اللي قبل شوية قلناها النيسيريا جنوريا البكتيريا والكلاميديا تراكوماتس. النيسيريا جنوريا شو تسبب يا مرض؟ جنوريا اللي هو السيلان الجنسي، والكلاميديا تراكوماتس راح تسبب اللي هي التراخوما بالعين، وبشكل عام ايضا ممكن تسبب التهابات اخرى في الجسم مثل السالبنجايتس. ايضا هذا راح يحدث في ايضا راح يسبب هذا كوز فيميل انفيرتيليتي، يعني شنو؟ عقم
يصير عندها عقم عند النساء. اروح على البريكارديال فلويد. البريكارديال فلويد راح يكون هو السائل اللي موجود حول القلب. The heart and contiguous اللي هو adjacent major blood vessels are surrounded by the pericardium اللي هو a protective tissue. مثل ما تعرفون انه القلب والأوعية الدموية القريبة عليه راح تكون محاطة بغشاء التامور. هاي بالنسبة له. The area between the epicardium المنطقة بين الإبيكارديوم اللي هي المنطقة الفوق القلب which is the membrane surrounded the heart muscle يعني راح تكون هنا هي عبارة عن غشاء يحيط بعضلة القلب. زين and the pericardium اذا هذا عندنا شنو الابيكارديوم موجود وين الغشاء الذي يحيط بعضلة القلب هذا ابي اما البيري ايضا is called the pericardial space او cavity البيريكارديوم اللي هو المحيط بالقلب فهذا يسمونه اللي هو ايضا تسمية اخرى الى اللي هو التجويف الحولي القلبي حول القلب يعني كترجمة حرفية لها وهذا عادة يحتوي على من 15 إلى 20 مل من السائل يكون رائق أو صافي. Agents of pericarditis العوامل اللي تسبب التهاب بمنطقة القلب راح تكون اللي هو inflammation of the pericardium هاي معناتها التهاب بالبيري منطقة البيريكارديوم شو اسمها pericarditis are usually منو اللي يسبب هذا pericarditis راح يسببها فيروسات مثال عليها كوكساكي فيروس او باراسايت وممكن بكتيريا وممكن ايضا الفنجاي. المايوكارديتس اللي هو المايو يعني العضلة فالمايوكارديتس هو التهاب عضلة القلب يصير inflammation of the heart muscle itself يعني يصير التهاب بعضلة القلب نفسها may accompany or follow pericarditis يعني لو يصاحب الالتهاب البريكارديتس او راح يصير لوحده يعني بعد ما يصير البريكارديتس هو راح الاصابه راح تنتقل الى العضله. The pathogenesis of disease involves الامراضيه هذا المرض شلون راح تصير الباثوجينيسيتي involves the host inflammatory response راح تحدث نتيجه الهوست الاستجابة المضيف contributing to fluid build up as well as cell and tissue damage هذا راح يؤدي الى تحطم شنو راح يؤدي الى تحطم السيل ويعني الخلايا والأنسجة نفسها. الكومن كوز من راح يسبب المايوكارديتس اللي هو التهاب بعضلة القلب راح تكون إصابات فيروسية مثل نفس الشيء مثل ذيك الكوكساكي فيروس الإيكو فيروس والأدينو فيروس يعني أكثر شيء فيروسات. طبعا ما كل حد الآن ناخذ هذه الأسئلة عليها خلينا نكمل وبعدين نجي على الأسئلة. زين طبعا هسه انتوا عرفتوها المايوكارديتس شنو يعني ومنو راح يسببها ممكن يسبب هذا الالتهاب ايضا البقيه بيريكارديتس شنو يعني ومنو راح يسببها وهكذا بالنسبه للبقيه. اوكي عندنا وصلنا الى البون مارو اسبيريشن. بالنسبه الى البون مارو اسبيريشن مرو اسبيريشن اور بايوبسي تعرفون كلمه بايوبسي معناتها انتم تاخذون النسيج من شخص هو بعده حي اما الاوتوبسي فراح تاخذون النسيج من شخص ميت. هنا من راح تاخذوها هذه راح تاخذون من منطقه النخاع العظم اوكي كتسميه حرفيه لها الخزعه. اول شيء الدايجنوسيس اوف ديزيز طبعا هذا جدا مؤلم راح ياخذوها لو من عظم الحوض او من القفص من
القفص الصدري، يعني منطقة القفص الصدري، وجدا مؤلمة. بالنسبة إلى الأمراض اللي تسبب، ممكن توصل وتقدر تشخصها عن طريق نخاع العظم، راح تكون هي البروسيلوسيس، هيستوبلازموسيس، بلاستومايكوسيس، تيوبركيولوسيس، كل شو هاي عندنا بالعراق، ليشمانياسيس، ليشمانيا. إذا البروسيلا حمى مالطة، والهيستوبلازما، وعندنا البلاستو مايكوسيس، طبعا يعني هذا راح تكون لو فطرية لو بكتيريا. التيوبركيولوسيس اللي هي السل، والليشمانياسيس اللي هي الليشمانيا. شلون يشخصوها؟ عن طريق انه تاخذون خزعة من نخاع العظم. اللي كان sometimes be made by detection of the organisms in bone marrow. اذا هذه راح تشوفوها وين؟ بنخاع، يعني ممكن تشخصون هذه الامراض عن طريق والعامل المسبب وين؟ في نخاع العظم. البروسيلا سبيشيز، البروسيلا هي البكتيريا اللي تسبب حمى مالطة، تمام، واخذناها سابقا. كان بي ايسوليتد اون كلتشر ميديا، يمكن احنا نعزلها باستخدام الكلتشر ميديا. كان فانجاي ايضا يمكن للفطريات، بات parasitic agents must be visualized in smears or sections made from bone marrow. يعني البروسيلا وايضا الفنجاي ممكن استعمل كلتشر ميديا حتى اشخصها، اما الباراسايت فلازم تسوي لها شنو؟ مسحه. ويلا يعني شنو مسحه؟ يعني تسوي لها تاخذون البون مارو وتفرشوه على السلايد وتصبغوه بصبغات خاصه، وتجون تفحصوها على تحت الميكروسكوب وتشوفون موجود الباراسايت او لا. وممكن لو نخاع العظم او مقطع من العظم نفسه. بس هنا اكثر شيء ياخذون البون مارو، نخاع العظم. Many of the etiologic agents associated with the disseminated infection in patients with a human immunodeficiency virus HIV may be visualized or isolated from bone marrow. يعني أيضا بالنسبة إلى الأشخاص اللي ممكن أنه المصابين بالأيدز، راح تشوف عندهم أيضا يمكن أنه نعزل هذا الفيروس، وين؟ اللي هو الـ HIV، نعزله من البون مارو. Some of these organisms include cytomegalovirus، هذا اكيد ماخذي بالمناعه، اللي هو فيروس، كريبتوكوكس نيوفورمانس، واكو بعد عندنا البكتيريا مايكوبكتيريا افيا. ايضا هذه ممكن شنو؟ ممكن نشوفها بالمسحات، ناخذها من البون مارو. هذه هي طريقة الأخذ الخزعة بسرنجة تكون يعني كبيرة، مو هاي السرنجات اللي انتم تعرفوها، زين؟ فشوف لو تاخذوها من منطقة الصدر أو لح ناخذها منين قلنا؟ من منطقة الحوض، اللي هو يسموها هيب بون، هيب بون، زين؟ منطقة الهيب اللي هي الجوانب. زين، هنا عندنا بالنسبة إلى البون بايوبسي، اللي هي عبارة a small piece of infected bone is occasionally sent to the microbiology laboratory to identify the etiologic agent of osteomyelitis infection of bone. يعني هنا تشوفون هذا ايش ياخذون؟ ياخذون خزعه، بس منين؟ من نخاع العظم. هذا راح تاخذون من عنده جزء وترسلوه مع الطبيب، انت تاخذه، الطبيب يجيب لك اياه للمختبر او السيستر وتفحصوه حتى تشوفون العامل المسبب الايتيولوجيك ايجنت اللي الاورجانيزم اللي تسبب التهاب العظم. اوستيوميليتس اوميلايتس هو التهاب العظم، فالاوستيوميلايتس راح تكون هي انفكشن اوف بون، اصابه العظم. فاذا جابتكم بالامتحان انفكشن اوف بون واكو اختيارات، فتختارون الاوستيوميلايتس. البيشنت ديفلوب بون انفكشن، المريض اللي عنده إصابة بالعظم اللي سميناها شنو؟ osteomyelitis from hematogenous spread of an infectious agent invasion of bone tissue from an adjacent site. For example, joint infection
dental infection, a breakdown of tissue caused by trauma or surgery, or lack of adequate circulation, followed by colonization of skin, ulceration with microorganisms. يعني هاي الإصابة بالعظام منين راح تجي؟ راح تجي بعد أن تنتقل العامل المسبب infectious agent يدخل إلى مجرى الدم. فراح تصير عندنا شنو هنا بهي حاله اصابه نتيجه وصول العامل المسبب للمرض الى الدم، فيسموها هيماتوجينس سبريد او انفكشن. فراح يصير انفيجن غزو لانسجه العظم من المواقع الادجيسنت سايت، يعني المواقع المجاوره للعظم، اللي هي من اصابات الجوينت اللي هي المفاصل، اصابه بعد قلع السن، بعد إصابات التسوسات السنية إلى آخره، تكسر أو تحطم بالأنسجة اللي يكون سببها يا أما رضوض أو ضربات خاصة، أو بعد الحوادث، بعد السيرجري، يعني بعد العمليات الجراحية. lack of adequate circulation هنا معناتها شنو؟ الكويت يعني الدم ما يوصل لهذه المنطقة، تفقد هذه خاصة بعد الاستعمار، المنطقة يصير بها تقرحات بالجلد بواسطة المايكرو أورغانيزم. من هي هذه؟ عندنا المايكرو أورغانيزم اللي عندنا ستافيلوكوكس أورياس سيدد ديورينج بكتيريميا. يعني شنو سيد؟ يبذر. سيدد يعني اللي هي تتكاثر وتدخل إلى مجرى الدم في عملية اللي هي او يعني تواجد البكتيريا في الدم، فهذه راح يسموها بكتيريميا. مثل ما تعرفون is the most common etiologic agent of osteomyelitis among patient of all age group. فهنا تركزون على كلمة الستافيلوكوكس اوريس وكلمة الاوستيومايلايتس، زين؟ يعني واحدة من الأسباب اللي هي تؤدي إلى التهاب العظم. Other organisms recovered from hematogenously acquired osteomyelitis include salmonella، بعد يا أنواع أخرى من البكتيريا اللي تسبب، راح تكون هي السالمونيلا هيموفيلاس انتيروبكتيريايسي. بالنسبة إلى حتى نشخص هذه الأنواع البكتيرية في حالة الالتهاب طبعا العظام، راح تكون هي بواسطة الـ N، يعني في حالة البي سي آر أو النيوكليك أسيد بيس تيستينج، وأيضا يعتمدون على الفحوصات السيرولوجية. أيضا نروح على الأسئلة، خليناها لأن بالأخير إحنا هسا قبل شوية قلنا هذه الرقم 2 السي دي دي ديورينج بكتيريميا إلى آخره في حالة التهاب العظم، راح تختارون أي اللي هي ستافيلوكوكس أورياس. أروح على البكتيريا فانجاي فيروسز باراسايت انفيد بادي تيشيو إلى آخره. هنا احنا قلنا هم راح يجيبوا لكم، ممكن يجيبوا لكم يس نو ميبي، لكن اكثر شيء راح تجيكم راح الفراغ راح يجي على بكتيريا فانجاي فيروسز، زين؟ فيحطوا لكم اياها مثلا البكتيريا اي، الفانجاي بي، الفيروس سي، وهكذا، زين؟ فتختارون ال all of the above او all of them. المنطقة رقم 4 areas of the body from which fluids are typically sent a laboratory diagnosis. يعني في حالة هنا body fluid، body fluid اللي ممكن توصلك للمختبر حتى تشخص البكتيريا، من هي راح تكون؟ راح عندنا وين body fluid؟ احنا قلنا A و السي هو حسب ما مذكور احنا عندنا بيه المحاضرة، ذاكريكم اللي هو الـ blood and CSF. فإذا راح تختارون الـ A and C. ليش؟ على أساس أنه هذه تملي التجاويف، تملي التجاويف الموجود بالتجاويف الجسم 4-5. increased amount زيادة الكمية الفلويد accumulate in the peritoneal cavity a condition called، مثل ما قلنا هذه هذا السؤال كلش مهم. وين راح تكون الكلمه؟ الكلمه على بالاخير ascites اللي قلنا عليها الاستسقاء، فراح تجيكم الكلمه على هذه الفراغ. بالنسبه الى رقم 6 احنا قلنا اكو بالنسبه للبرايمري peritonitis في حاله الادلتس
راح تكون من البكتيريا الإيكولاي. فإذا سي. سبعة، نيسيريا جنوريا والكلاميديا تراكمات are common etiologic بالبريتونيال. ها هنا انتو جابيكم يس و نو، وين راح تجيكم الأسئلة؟ راح تجيكم الفراغ على نيسيريا جنوريا، ممكن تجيكم A نيسيريا جنوريا، B كلاميديا تراكمات، C نيسيريا and كلاميديا، فتختارون نيسيريا and كلاميديا. زين هيك راح تجيكم الأسئلة. أروح على البري كارديتس اللي هو التهاب اللي قلنا عليها حول القلب، التهاب الأغشية الموجود حول القلب. من راح يكون سببها؟ فيروسات. مثل ايش؟ الفراغ راح يكون على الكوكساكي فيروس، على باراسايت وبكتيريا. ممكن يجيبوا لكم الفراغ فقط على الفيروس اللي هو الكوكساكي فيروس، ممكن زين فيخلوا لكم اياها على الفراغ، هذا الفراغ. التسعة، common causes myocarditis، يعني الأشياء المسبب الرئيسي لالتهاب عضلة القلب راح تكون هي الفيروسات. مثل ايش؟ يعني الكوكساكي فيروس، الايكو فيروس، او فراغ. من وين راح يكون؟ احنا عندنا قبل شوية قلناها راح تكون هو هنا الاسكو فيروس، ادينو فيروس، لو الهربس فيروس. احنا اللي قلناها الاسكو الاي والبي ادينو فيروس، فاذا تختارون الدي اللي هي اي اند بي. زين اروح على عشرة، البون مارو اسبيريشن او البايوبسي، يعني الخزعة اللي تاخذوها من نخاع العظم. هنا راح تقدرون يشخصون بها بعض الامراض اللي هي من بروسيلوسيس، وبعد هاي ذكرناها ايضا اللي هي الهيستو الهيستوبلازموسيس والبلاستو الى اخره، فاذا راح تختارون الاي. الباقي ايضا وين راح تجيكم؟ الباراسايت ايجنت فيجوالايد هنا انفكشن ان بون مارو، يعني هذه ضعيف كهذا سؤال يجيكم بس اقراوه. Many of the etiologic agent associated with إلى آخره أسرد من راح تشمل هذه كلها، فإذا تختارون الإي. 13 ال bone biopsy done to identify agent في حالة الأوستيومايلايتس، وقلنا الأوستيومايلايتس هذا السؤال جابوه بالوزارة هو عبارة عن شنو؟ انفكشن وين يصير بالعظم، وين هذا؟ بي انفكشن اوف بون. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله طلابي، وطبعا مثل ما قلت لكم راح تقرؤون على الفيديو، لأن اكو هواية قلت لكم إياها أسئلة بالفيديو ما موجودة بالأسئلة مالت الدكتور. كل التوفيق.